راه عندي واحد الامانه باين بدها سعاد. تفضلي سعاد. كاع راكم تقولوا شاولا هذا هذا السكاش تاع غدوه تاعي باش تقري والله العظيم انا والله شو قلت لك عادي هذا رمضان لا مرات ولا صرات فيها حاجه سبابي ياسين ريجيسير خويا سبابي ياسين انا عاد كاين غسالين مازالو في الاولى او يضحك على الاولى راك تضحك على الاولى الدوزيام دقيقه كملت سامر ضحكت على الاولى ضحكت خلاص واش بيه قلت لك انا ياسين هو سبابي هذا رمضان انا خويا عاد نفوت المغرب الاولى تاع الحريره يقول لي في لابريسيون خليني اوما ياسين خويا كمل الصلاه نكمل شويه حاجه صافا ليكيب كي راكم ثم انا صاري بروبليم تاع لي سينا قلت لك انا كي نتفرج دراما الجزائريه نقول نضحك قلت لي ما عادش نقول لك تاع سيد بوبي باش تخاف كي نتفرج دراما الجزائريه نقول نضحك وكي نتفرج الضحك نقعد نبكي اباك نمام حنا يعطونا جائزه حنا سبقنا لي زاميريكا في العام كلشي قلبناه وهذو لي سيري اللي راهم يديروهم وكاع عجباتك هذه بدلتها في بلاصه سيدكم لي سيري نعم نعم خير خير لي سيري تاعنا والله لي سيري تاعنا تشوفهم قاعد يديروهم في ديار انا شكيت ازمه السكن غير بسبب هادو لي كوميديان خرجوا خلونا قسموا سكاني خويا انا كاين صافا شي كاين واحد لي كوميديان نقسم بالله دير شوف تدخل في السيت كوم تلقاه يلعب تعاود جهه السيت كوم تلقاه يلعب تعاود جهه السيت كوم تلقاه يلعب انا شكيت لي سيت كوم كاع راهم يديرهم في باطيمه واحد السيت يلعب في تشوسين باغي يطلع بريمي طاج يلعب عاود ثلاث تروازيام انا والله يا شي شوف راني خايف غير كاش نهار ندير النشره نلقاه يلعب الشتا نورمال ولا كاش نهار يخرج لنا في التلفزيون يقول لك حان الان موعد صلاه العصر قادر يخرج لك نورمال يقولها لك هذا كاع مشي الموضوع تاعي تاع اليوم الموضوع تاعنا الحب عباكم جماعه سلام على حنا جزائريين كي نقولوا الحب قاعد يديروها كاش حاجه شابه كيما الحب الياس احسن هو اسمى شيء في الوجود احسن حاجه في الدنيا اللي هي الحب تاونا الحب في دارنا ما عندناش شيخ عباك ديجا غير الحب وزادوا داروا لنا الحجر الصحي انا بويا ديجا شافوا ما غير نهار العرس ودارو لنا الحاج صحي قعد طرواج ورجع عندي قال لي ولدي بين سقسي قلت له واه قال لي هذه المره شكون لها معنا في الدار دابا كيفاش شكون هذه مرتك قال لي هذه مرتي قال لي وتقعد تهضر معايا ما عندهاش واحد كان على الشيطان باكي راه هضر معاك قال لي والله انا سملا هادي هباكم الكور بالك شفتوا لي فيديو اللي كان يدور تاع الحجر الصحي شفت واحد قاوري واش انت تاعك هذيك واحد شفت واحد قاوري يلعب مرته فيولون لعبنا ديك الحاجه ياها قادينا يلعب لها فيولون ويدلها كيف هنا وهي متعطرة وتبكي ما تطيحوش علي يا جماعة في لي كومونتات تقول لي ما تعرفش تبكي ولا ما تعرفش دير دراما أباكم أنا قوية قوية أباكم جماعة أنا كي شفت كيما هكا غير رجلت عند بويا قلت لها با قلت لها والله لا راه في خاطري نشوف ما تبكي راح قتلها بالضرب هرس لها راسها اللي عجبتك كيما هاك قلت لها على ابويا رفت تما وديتها للسبيطار كي ديتها للسبيطار فوت عليها الطبيب قال لي راه عندها فراكتير في التيبيا جيت عندها قلت لها ما التيبيا التيبيا وين جايه قالت لي على وين على بالي ولدي قالت لي انا علاش بويا كاش نهار دايرين نحوس في هذو البلايص هذاك الحب ما عندناش كاع شوف احنا كاع ما عندناش الحب في الدار خطره ديجا تخط لقيت بويا يقول لما قولها عينيا عمري قلت لها اون فا با ولا حنين قال لي ما طلقش الهضره قال لي والله نسيتها كي يسموها قال لي اباكم انا ما ادري خفاك كمل يضحك يا لا لا نضحك على سكان نضحك على سكاش تاع البارح اباك شيخ والله عندي جاري سوري يقول لي ما سمحت مرتها في رمضان تقول لها قالت سقسي بي قالت لها حبيبي صح الجن بيتحبس في رمضان قال لها حبك هو اللي حبسني رحت عند بويا قلت له با قلت له بين سقسي بصح الجنون يحبسوهم في رمضان قال لي مشي كاع ولدي قال لك تشوف في امك مربوطه ديجا خطره با دخل للدار قال لما قال لها خيره قالت له واه قال لها والله لا نبغيك ما عيطت كاع لا فامي تاعنا قالت لهم يجروق ويدرا دخل عليا سكران نجرو جرو جرو هذاك ديجا دولي ما تبع حتى التليفون تاعه دخلت قعدت نشوف النوامر تاعه نشوف لقيت النيميرو تاع امه لقيتها كتب في اسمها كوفي 19 اسم تاع امه كانت كوفي 19 رحت عند امه قلت لها امه عندك بويا شرا كاتب راه كاتب كوفيد 19 قالت لي راه خدعني قالت لي خدعني مع 18 كوفيد واحد اخرى ها البورطاب قالت لي اباكم عطيتها البورطاب كي عطيتها البورطاب قلبت النيميرو تاعها وكتبت لابين 10 قالت لي انا ثاني ندير عليه تسعه واحد اخرين نوريها انا هذه ما فهمتها فهمتها المهم لازم نضحك دوك لا مازال انت تضحك على الشايه عباكم في الدار دو اليامات قاعد يقولوا لنا الحاجه المليحه في هذا الحجر الصحي العائله تلتم وتكونوا قاع مع بعض كي نكونوا ملتمين ان شاء الله التلفزيون يقول لك لا لا ما تعطوا مسافه الامان تبعدوا تفاهموا بيناتكم قربوا ولا نبعدوا كي نديروا احنا ولا يقول لك تعطي لخوك امتر انا الشيخ ديجا دارنا فيها امت خططيت خويا امت لقيت روحي بيت عن جاره الدار هذاكم بكري حب انا الحاجة
الحاجه اللي ما فهمتهاش بكري، شفت واحد الشاعر انايا جاي في خيمه وقاعد يطبطب يطبطب بغى يقول الشعر، قالها طلي علي طلي، اي قلت لها بركه ما تشكل علينا، قلت لها في خيمه طلع عليك حسبها بانقالو هذه، مين طلع عليك هي؟ عباك الشعراء تاع بكري كان كاتب لهم الفيديو يجي يقعدوا يهضروا لنا، ولا بمان بكري كنا نقروا، انا خطره دخلت عند استاذ تاع اللغه العربيه غير دخلت قلنا والتقى قيس مع ليلى، غدوه ان شاء الله جينا نقروا قلنا والتقى عنتر مع عبله، قلت اخويا هذه كلاسه ولا صالون دو تيجي يتلاقوا عندنا حنا كاين هاي ضربوا على روحهم. نزيدك واحده شيخ؟ ولا حبيت نزيدك واحده برك. عباك حنا مام جزائريين ما نعرفوش نعبروا على الحب تاعنا، سيرتو كي جا هذا الحج الصحي، عندي واحد جاري انا يسكن في فيرما، وكان واحد السيد كان باغي يخطب بنته تا المتوحشه، قال كي ندير نشوفها انا، روح حدا البوطو تاع الضو تاع دارهم وطلع فوقه، جابوها رابط زويجه، قال لها تهود نفتت لك والديك تحت، هذاك السيد تا المخاف لعبها سونار قال الحاج، قال انت ما خلصتش الدوره انا جاي نقطعوه لك، قال له هذا الخيط تاع الدوله، قال لها هي كملها مع الخيط الدوله، قالت هو تاعت فتت لك والديك. ميرسي بوكو، شكرا شكرا شكرا. الياس نضاري عجبتني بزاف باسكو واحد كان مسمي مرتو في التليفون باتيري فابل. ايوا ايوا كان يشارجيها بالعقرب سهله. الله يعاونك. ميرسي بوكو.